مساء الخير واهلا بكم في لحظات جريئه. الحب في حياتنا انواع، واكيد كل واحد عنده نوع مفضل. في الحب من اول نظره، وده غالبا بتاع الناس الطيبين اللي ما عندهمش فرامل وممكن يحبوا 3 مرات في اليوم. وفي الحب الافلاطوني اللي هو مهما حبيبك عمل فيك برضه بتفضل تحبه. وفي اللي زي القط بيحب خناقه، يعني تبقى مصمم تحب اللي بيأذيك وانت الوحيد اللي شايفه ملاك. خلينا النهاردة نتفرج على نوع منتشر جدا من الحب ما بيننا، النوع اللي فيه ناس بتشوفه قمة الرقي وناس تانيين بيشوفوا صاحبه بيضيع وقت. تعالوا نشوف الحب من طرف واحد. ما اقدرش اكون في علاقة فيها حب من طرف واحد، بس كلنا حبينا من طرف واحد. مفيش بني ادم ما حبش من طرف واحد. قعدت 4 سنين بحب لوحدي. ده جنون ان انا احب حد ما حسيتش حتى بانجذاب ناحيته وهو انجذب ليا في نفس الوقت. ده يبقى يعني شيء مؤلم اكيد. لا كرامتي تمام. ليه احب انا من طرف واحد اتعذب يعني؟ كل واحد واثق في نفسه بقى. مفيش راجل مهما كان فاكر نفسه فتك هيقدر يفهم ست. الحب ان احس ان اللي قدامي بيحبني، انا بحب نفسي، ما بحبش حد اكتر من نفسي. الحب شقاء كله، واشقى المحبين اولئك الذين يحبون بلا امل ولا رجاء. حبيت من طرف واحد؟ مقتنع بفكره الحب من طرف واحد دي؟ بص العقده ليه؟ الحب شقاء كله، واشقى المحبين اولئك الذين يحبون بلا امل ولا رجاء. بس فريد الاطرش رد عليه، الحب من غير امل اسمى معاني الغرام. طب مين فيهم فاكر الاغنيه دي؟ طبعا. انت تركب انه معاك يا احمد؟ العقاد ولا؟ لا العقاد صراحه. اقعد احب على روحي كده من غير ما اوصل لحاجه بلاها احسن. طبعا. لا ما جربتش الاحساس ده. لا صعب. مقتنعة طيب بالفكره ان ممكن حد يحب حد من طرف واحد؟ ده جنون يعني. اعتقد الراجل ممكن، ما اعرفش انتوا بتحسوا بالحاجات دي ولا لا، بس ده جنون ان انا احب حد ما حسيتش حتى بانجذاب ناحيته وهو انجذب ليا في نفس الوقت. ده يبقى يعني شيء مؤلم اكيد. اكيد في ناس عاشت الحكايه دي بس انا لا. كرامتي تمام. لو حسيت انه الطرف اللي قدامي مش مستجيب معايا باخد خطوه لورا. ده من الاول خالص بقى، يعني من قبل ما يتطور ويبقى حب. تقدر تحب من طرف واحد تبقى انت بتحب حد ما بيحبكش؟ ما هو ده اللي كان اول حاجه، حب من ناحيتك انت. وهي كانت عايزه فلوس بس. بس الله يسهلها. ما اقدرش اكون في علاقه فيها حب من طرف واحد، بس كلنا حبينا من طرف واحد. مفيش بني ادم ما حبش من طرف واحد. قعدت 4 سنين بحب لوحدي، يعني بشوفه من بعيد وما يعرفش هو ان انا بحب شخص، يعني زميل ليا في المعهد وانا في معهد سينما واشوفه من بعيد وخلاص. 4 سنين معهد بتشوفيه وتحبيه من بعيد؟ من بعيد برضه. طب وليه ما قلتلوش؟ لا اقول له ازاي؟ يعني ايه اقول له؟ ما اقدرش اقول له. يعني تحاولي تقربي او توصلي له الفكره؟ لا بالعكس، ده انا يعني لو قال لي صباح الخير كنت بتوتر. فما لا هو ما. واقول لك على حاجه بقى، بعد العمر ده كله يعني انا شايفه انه انا زمان يعني فكره الحب عندي زمان اللي هي بمنتهى البراءه والسذاجه، واني ما بأقدمش على حاجه وبحب مع نفسي والجو الافلاطوني ده احلى بكتير، لانك اوقات بترسم حاجات كتير في خيالك، واول ما بتقرب تكتشف حاجات ممكن تكون مختلفة تماما عن اللي انت شايفه، فبتتصدم. طب وليه ما نحب من بعيد كده احلى بكتير؟ يعني القصص دي كانت مخلياكي في امان كده وبتحبي برومانسية مع نفسك، مش عايزة الواقع يصدمك يعني. بالظبط. حبيتي من طرف واحد قبل كده؟ لا. ولا بتقولي لا كبرياء؟ لا 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 يمكن، لانه انا يعني جزء من شعوري بالحب ان احس ان اللي قدامي بيحبني. انا بحب نفسي، ما بحبش حد اكتر من نفسي، فاللي مش هيحب ياسمين لا ما احبوش.
تحبي ولا تتحبي من طرف واحد؟ أحب ولا أتحب؟ لا أتحب. ليه أحب أنا من طرف واحد أتعذب يعني؟ خليه هو يولع. هو يتعذب أنا مالي. يعني شايفة إنك تتحبي أسهل وأحلى، رغم إن في ناس قالت لك بالعكس، ده أنا مستمتع لما أعيش في حالة حب. لا، ما هو ساعات الحب بيبقى عذاب حضرتك، فمش بحب أتعذب. اتعذبت قبل كده فخلاص يعني، كفاية عليا كده. حبيتي من طرف واحد قبل كده؟ آه، فطبعاً مش عايزة أجربها تاني. وبعدين أنا شايفة إنه الست لازم تتدلع وهي تتحب، أنا شايفة كده. مينفعش تحب هي من طرف لا واحد. تحب بس من طرف واحد وتجري ورا راجل وكده، لا ما أحبش أجري ورا حد. أنا حبيتي حد من طرف واحد قبل كده؟ اه كتير كتير جدا جدا، يمكن اكتر من العلاقات اللي عشتها. ده انا حريفه حب من طرف واحد. الاستاذ صبحي بتاع الجغرافيا. أيوة عشان الاستاذ صبحي لو يسمعنا دلوقتي يفتكر حاجه. ربنا يمسيه بالخير لو لسه موجود. لكن مقتنع ان ممكن حد يحب حد وان واي كده اتجاه واحد؟ اه طبعا طبعا. في حاجه اسمها حب من طرف واحد؟ هل ده حب اصلا؟ لا. ليه؟ هو اعجاب. فيكتوريا كانت حب من طرف لا واحد. لا كان حب من طرف واحد، وفي حقيقة الأمر هو إعجاب، وربما العمر كمان يعني 16 و17 سنة تبقى أنا حبيت فيها الأنثى، يعني حب مراهق مش حب نضج. ما حاولتش حاجة تتقرب منها تتكلم؟ هل ده كان خجل وكسوف ولا كان يعني كبرياء زي ما حضرتك قلت؟ احنا كنا بنتقابل في السلم طالعين او نازلين ونتبادل نظرات، وربما تكون هي النظرات هسميها فاكس سريع، ولكن ما كنتش بحس انها مهتمة ابدا، عشان كده انا بقول لك تركت في نفسي ندبة. حبيت مين من المشاهير في الستينيات وحضرتك كنت في دايرة عبد الحليم حافظ اللي كان فيها جميلات مصر؟ اعجبت بمين؟ بميرفت امين. قلت لها ولا لا؟ لا لا عمري ما قلت لها. على فكرة يا أستاذ مفيد لست وحدك، يعني مصر كلها في الوقت ده بالذات كانت بتحب ميرفت أمين. نطلع فاصل.